بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم مع بعض شباب النهارده على الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم هنتكلم على كمبيوتر سيستم اورجانيزيشن، الاستراكشر بتاع الاوبريتنج سيستم مبني ازاي، تنظيمه ازاي، الاركتكشر بتاعه، الاوبريشن اللي جوه الاوبريتنج سيستم، بروسيس مانجمنت. دي الاجنده بتاع شابتر 1. ميموري مانجمنت، بروسيس مانجمنت، ستورج مانجمنت، بروتكشن اند سكيورتي، ازاي بمانج الميموري، ازاي بمانج البروسيس او البرامج اللي شغاله، الهارد ديسك، الستورج بتاعتي، السكيورتي او البروتكشن بتاع السيستم. بنضيف في حاجه اسمها كيرنل، نعرف يعني ايه كيرنل، الاستراكشر بتاعته، الانفايرمنت بتاعتي، كمبيوتر انفايرمنت، يعني ايه اوبن سورس سيستم، يعني ايه اوبن سورس سيستم، الانواع بتاعته، ديسكرايب، يبقى انا الاوبجكتيف بتاعتي، الهدف بتاعتي، ديسكرايب ذا بيزك اورجانيزيشن اوف ذا كمبيوتر سيستم، اتكلم على الاساسيات بتاعت الكمبيوتر سيستم، بروفايد انا جراند تور اوف ذا ميجر كومبوننت، هناخد نظره عامه على المكونات الاساسيه للاوبريتنج سيستم، تو جيف ان اوفر فيو اوف ميني تايب اوف كمبيوتر انفايرمنت، هتكلم على انواع الكمبيوتر انفايرمنت اند تو اكسبلور سيفرال اوبن سورس اوبريتنج سيستم، هتكلم على الاوبريتنج سيستم الاوبن سورس موجوده. طيب a program that act as an intermediate between a user and the computer and the computer hardware. انت عندك الكمبيوتر هاردوير، لو جيت استغليته انت كيوزر من غير نظام تشغيل، اشتريت كمبيوتر، اشتريت موبايل من غير نظام تشغيل عليه اللي هو الويندوز او الاندرويد اللي عندك او الاي او اس، الكمبيوتر نعم مش هتعرف تعمل بيه حاجه. انت تخيل المفروض تكلم هارد ديسك بالطريقه اللي المفروض تتعامل بيها، تكلم الميموري بالطريقه اللي المفروض تتعامل بيها، تخش مع تفاصيل كل هاردوير بالطبيعه بتاعته، الشاشه بتتعامل معاها ازاي، استحاله انت كيوزر عادي تقدر تتعامل مع كل الكومبوننت دي، مش كده وبس، وتتعامل معها بكفاءه، تستغلها الاستغلال الامثل، انك انت تستغل البروسيسور باقصى امكانياته، تستغل الميموري، تستغل الهارد ديسك باقصى امكانياته من غير ما تعمل مشكله. ما ينفعش تعمل ريد ورايت في نفس اللحظه، الهارد ديسك في الاول وفي الاخر يا بيعمل ريد يا رايت. لو اديت له امرين في نفس الحكايه او جه امرين انت معاك كذا برنامج هيبوظ الهارد ديسك، الهيد في الاخر هتاخد انهي ريد او رايت. مشاكل كتيره المفروض انت تهندلها معايا من هو معقده بالنسبه لك، فانت محتاج انترميديت لاير، محتاج طبقه في النص تكون وسيط ما بين اليوزر وما بين الهاردوير كمكنه، بحيث ان هو يوبتمايز اليوزابيليتي، يديك استخدام امثل للريسورسز دي زي ما انت واستخدام امن بحيث ان مفيش مشاكل تحصل، لا داتا تفقد ولا هاردوير يبوظ زي مثلا قلت مشكله بتاعك انك انت يبقى في عندك اكتر من ريد او رايت اوبريشن وهكذا. يبقى الاوبريتنج سيستم هو انترميديت لاير، هو طبقه في النص ما بين اليوزر وما بين الهاردوير. اوبريتنج سيستم جول ايه؟ لما انت بنيت الطبقه دي، هي طبقه دي سوفت وير، لما انت بنيت الطبقه دي ايه هدفك منها؟ اكزكيوت ا يوزر بروجرام اند ميك سولفينج يوزر بروبلم ايزر، انك انت الهدف في الموضوع ده انك انت تنفذ برامج اليوزر بطريقه سهله، بطريقه سهله، وهي ميك الكمبيوتر سيستم كونفينينت، تخليه سهل. يعني الكمبيوتر سيستم زمان، الكمبيوتر كان قبل ما اخترع الاوبريتنج سيستم كان مكنه التعامل معاها صعب، بتبرمجها بالباينري او بتبرمجها بالماشين لانجويج معايا بدون او بالاسمبلي لانجويج بدون اوبريتنج سيستم، وتخش مع تعقيدات وتخش مع مشاكله، وتخش ازاي تتعامل مع ده وازاي تتعامل مع ده، فكانت عمليه صعبه. ما كانش بيستخدم المكنه دي غير الناس البروفيشنال، المهندسين والماثماتيشن بس او العلماء عامه.
use a computer hardware and efficient manner. ان انا هدفي ان انا الاوبريتنج سيستم يسهل الاستخدام يبقى convenient مريح بالنسبة لي ان انا كمان استغل ال resources اللي عندي in efficient manner بطريقة كف استغل اقصى امكانيات اللي عندي. الكمبيوتر سيستم عندي اربع كومبوننت اساسيين في اي كمبيوتر سيستم معايا. الهاردوير ده طبعا المكنه كديفايس او كجهاز كالكترونيك ديفايس. ده الهاردوير بتاعي هو عباره عن سي بي يو، معالج، بروسيسور، ميموري، وحدات ادخال واخراج. طبعا الكلام ده خدتوه في ماده مقدمه حاسب، المكونات دي بتاعت الحاسب. يبقى انت عندك المكنه كفيزيكال شكلها ايه؟ احنا هنمر على كمبيوتر اركيتكشر مر يعني هنعدي عليه كويس، هنخش في تفاصيله، لكن هتخش في تفاصيل اعقد منها اللي هيدرس ماده كمبيوتر اركيتكشر او كمبيوتر اورجانيزيشن. لكن انت هتخش في تفاصيل هاردوير وهتخش في تفاصيل اللي هي المكنه شغاله ازاي. لكن هندرس احنا برضو فيها، هندرس اللي يسهل لنا ازاي نفهم operating system. operating system control and coordinate a use of hardware among a various application user. تاني حاجة في الكمبيوتر سيستم يبقى اول مكون المكنة كمكنة هاردوير. تاني حاجة operating system نظام التشغيل اللي هو يسهل لك عملية الاستخدام الامثل للهاردوير، وانك تشغل اكتر من برنامج، وانك انت اكتر من يوزر يخش على الجهاز ده. انت دلوقتي الجهاز بتاعك بي سي بتاعك او الموبايل بتاعك مفيش غيرك انت كيوزر، لكن لو اتكلمت على سيرفر الجهاز الخوادم بتاعت البنوك والموبايل وكذا، في كذا يوزر بيأكسسها في نفس الوقت. انت بتخش تعمل عمليه سحب، في واحد بيعمل ايداع، في واحد بيعمل كذا، في واحد بيعمل كذا، انت بتعمل مكالمه بتخصم من نصيبك في فودافون، في نفس اللحظه في واحد تاني بيعمل مكالمه بتخصم من نصيبه في فودافون. ففي كونكرنت اكسس، في كذا يوزر وكذا برنامج وكذا حاجه شغاله. اللابتوب بتاعك ممكن يبقى عليه مالتيبل يوزر، انت بتشتغل عليه واخوك بيشتغل عليه، انت ليك ملفاتك وليه ملفاته، بس ده مش كونكرنت، مش في نفس اللحظه انت بتشتغل انت واخوك على نفس اللابتوب ده اهو. لكن لو اتكلمت على سيرفر معايا بتبقى الدنيا في concurrent access او concurrent processing، ان نفس البرامج بتاعتك شغاله في نفس اللحظه واحد تاني. في عندك يبقى الكومبوننت الاولانيه عندك المكنه كمكنه، بعد كده بتحط عليها operating system، بعد كده التطبيقات بتاعتك الابلكيشن. والله انت محاسب، انت دكتور، انت مهندس، كل واحد ليه ابلكيشن خاصه بيه. واحد هينزل جيم، واحد هينزل database، واحد هينزل فيديو. كل دي كومبوننت ايه؟ كل دي ابلكيشن خاصة بيه. ماشي. اخر كومبوننت اليوزرز. اليوزرز ممكن اليوزر يكون هيومن بيبول، يعني ممكن يكون ماشين. انت كيوزر بتقعد على المكنة بتاعتك، اوكي. السيرفر، جهاز سيرفر، ممكن اليوزر بتاعه يبقى مكنة زي كده معايا، او كمبيوتر تاني، او مكنة، ممكن مكنة بتخرط حاجة 3D برينتر، ممكن أي حاجة، ممكن عربية، سمارت كار، دي كل دي ماشينز معايا. ممكن ده اليوزرز بتوع الإيه السيستم ده كسيستم، أو ممكن يكون كمبيوتر تاني، الكمبيوتر بتاعك بتحجز بيه تذكرة طيران من شركة طيران، فأنت السيرفر بتاع شركة الطيران دي مثلا مصر الطيران، الكمبيوتر بتاعك بيتكلم الكمبيوتر التاني. فالكمبيوتر ده يعتبر كيوزر بالنسبة للكمبيوتر بتاع مصر الطيران، اوكي. فالكومبوننت الأساسية في أي كمبيوتر سيستم هم أربعة: هاردوير، تاني حاجة أوبريتنج سيستم، تالت حاجة إيه؟ الأبلكيشن، رابع حاجة البروسيسور. لو تلاحظ هنا في المثال اللي قدامنا ده، هنا ده الكمبيوتر سيستم، الأربعة كومبوننت، تلات هاردوير، وايه الاوبريتنج سيستم بيتيح لك استغلال امثل للهاردوير، فانت تقدر تنزل اي ابلكيشن او
كذا اي ابلكيشن لاي عدد من اليوزرز زي ما انت عاوزها، ومثلا زي كومبايلر، اسمبلر، داتا بيس سيستم، اديتور، وورد مثلا، اكسل، جيم، اي مكان. كل ابلكيشن من ده ممكن يبقى ياكسس عليه يوزر او اكثر من يوزر. انت عندك اكثر من يوزر، ده الكمبيوتر سيستم كومبوننت كجنرال ستراكشر. طيب Rating system do يعني ايه rating system؟ depend on the view on the point of view، بيعتمد بالنسبة ايه المنظور اللي بيستخدم rating system. User want in a convenience, easy to use, good performance. اي user محتاج rating system يكون سهل، يكون سهل التعامل معاه. Rating system كثيرة ما هياش قوية لكن اكتسحت السوق بسبب انها كانت easy to use او easy of use، سهلة الاستخدام زي ويندوز او مايكروسوفت. من اول ما طلعت Rating system هي السبب الشرطة الفظيعة دي انها سهلة الاستخدام غير user friendly. في Rating system كثيرة لغايه اللحظه دي ما وصلتش المرحله الايز اوف يوز الخاصه بمايكروسوفت، ومنها مثلا اللينكس. اللينكس حلو وكل حاجه بس ما هياش بالسهوله دي، بس في شيء قدام شيء. لو انت عاوز سكيورتي وعاوز تروح للينكس، لليونكس كذا، فبالتالي بيستخدموا اللي بيبقى بروفيشنال اكتر. تاني حاجه جود برفورمانس، انا عاوز استغل الجهاز. لما انا على جهاز اي 7 او اي 5 محتاج ان انا استغل كل الامكانيات. انا كنت كير اباوت ريسورس يوتيلايزيشن، انا عاوز حاجه سهله اقدر استخدمها بغض النظر انا استخدمت كل الامكانيات ولا لا. ممكن اجيب جهاز طياره واديه لابني بس يلعب عليه، او ان انا جاست بعمل عليه ده. ممكن انزل العاب عن العاب تكون البروسيسنج بتاعها عاليه واستغل الامكانيات، لكن ممكن انا اجيب جهاز ضخم كل اعمله واكتب 200 وورد عليه او اعمل برزنتيشن زي كده، مش مستغل امكانيات الكمبيوتر. بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه دلوقتي، جاست بيعمل ايه؟ بيعرف يفتح فاتح ملف واحد ابلكيشن واحد بس. انا عاوز حاجه سهله للاستخدام بالنسبه لي. But share computer such as a mainframe main computer must keep all user happy. لو انت طلعت على نطاق اكبر من كده انك انت في multiple user، في اكثر من يوزر داخلين على الجهاز بتاعك في نفس اللحظه، بنتكلم على سيرفر او مين فريم او ميني كمبيوتر، جهاز خادم او كذا يوزر داخلين في نفس اللحظه، لازم كل يوزر يكونوا مرضيين. يعني لو تخيلت ان مثلا الجهاز ده مثلا بتاع شركه مصر للطيران، مين فريم مثلا بتاع مصر للطيران، لازم كل واحد دخل يعمل يستعلم عن رحله لازم ترد عليه في وقت مناسب. اما كده مش هيحجز مش هيروح ليك، هيروح لشركه ثانيه. معاك؟ فانت محتاج البرفورمانس، ومحتاج شيرنج الكمبيوتر اللي فيه في داتا شيرد في كونكرنت اكسس او كونكرنت بروسيسنج في نفس اللحظه. يوزر ديديكيتد سيستم such as a workstation have dedicated resources but frequent use a shared resources from a server. في بعض اليوزرز الثاني مثلا انت عندك ورك ستيشن يعني جهاز قوي عن الجهاز العادي. يا جماعه الموضوع مش ممل، يعني انا مثلا عندي سيرفر الجهاز ده جهاز شخصي عاوز حاجه اكبر شويه بيسموها ورك ستيشن، ممكن يبقى الميموري بتاعك اكبر، في اكثر من بروسيسور، بروسيسور سرعته محترمه، في كذا كور، فبسميه ورك ستيشن وبيقعد شغال 24 ساعه ماشي. ده جايبه مثلا للمعهد، ده مثلا جاست لحضور الطلاب وغيابهم ودرجاتهم. فممكن لحظه ما الريسورسز بتاعته ما تكفينيش، فاضطر استعين بسيرفر تاني. مين اللي هيمانيش الحكايه دي؟ يعني السيرفر ده الورك ستيشن دي انا عاملها ديديكيت مخصصها لبرنامج شغل الطلاب، بس انا الطلبه زادت عندي، او ان انا في بدايه السنه في طلبه بتتقدم لي بفلترها وهكذا، فبالتالي محتاج ريسورسز من سيرفر تاني. مين اللي هيمانيش الدنيا دي؟ هاندل الكمبيوتر ار
resource poor, optimizing for usability and better life. لو هنا لو انت بتتكلم على الريسورس بول، انك انت بتجمع الريسورس بتاعتك كانها واحده، لو الريسورس بتاعتك بول فقيره نوعا ما بالنسبه للحاجات المطلوبه منها، انت عندك برامج كتيره محتاج تشغل حاجات كتيره، ففي الحاله دي الويتنج سيستم هيعمل لك اوبتمايزيشن بحيث ان هو يحسن لك في الكفاءه بتاعت الجهاز، خاصه لو الحاجه دي متعلقه بالانرجي زي البيتر لايف. ماشي، انك انت انا مثلا الموبايل بتاعي ده مثلا انا المفروض يشتغل معايا لمده 3 ايام لان انا هبقى في الصحراء مثلا. الاوبريتنج سيستم على الموبايل المفروض يستغل كل وحده طاقه، يستغل امسك ان انا مثلا ما يفتحليش الواي فاي او ما يفتحليش الداتا غير لو اعمل سيرفنج فعلا، ما يفتحش مش عارف ايه، ما شغلش بروسيسنج كتير عندي، لو في حاجه عامله بروسيسنج ممكن ابعتها على الكلاود يحصل لها بروسيسنج وترجع لي عشان ما شغلش البروسيسور بتاع الموبايل واكل في البطاريه معايا، اللي داخل لما اجي ابعتها ما ابعتهاش كلها كل نمر، ابعت التشينجز فيها، انا بعت لك الداتا من 5 دقائق، في داتا بعت لك من 5 دقائق، ابعت لك اخر 3 دقائق بس، مع اخر 5 دقائق بس، ما بعتكش من ساعه عشان ما تستغل ما اعملش اوفر لود على الشبكه، وبالتالي ان انا اعمل ريسندنج، وبالتالي هسهل الطلبه في السندنج وهكذا. فانا حتى لو الموارد بتاعتك قليله لازم اعمل لها اوبتمايزيشن فور يوزابيلتي عشان استغلها استغلال الامثل. الكمبيوتر هاف ا ليتل اور نو يوزر انترفيس such as embedded computer devices and automobile. في بعض السيستمز او الاوبريتنج سيستم ملهاش انترفيس. انت عندك الويندوز اللي انت حضرتك بتفتحه تشتغل عليه، انت ما بتتعاملش مع الويندوز، بتتعامل مع الانترفيس بتاع الويندوز. في ناس بتتعامل مع الشيل كوماند مثلا، تشتغل الدوس بتاع الويندوز، او لو انت بتستخدم يونكس او لينكس بتستخدم الشيل كوماند بتاع الشاشه كده بتكتب فيها الاوامر بتاعتها. ماشي؟ دي الانترفيس، ممكن ما يبقاش فيه الواجهه بتاعتك دي بس الاوبريتنج سيستم شغال زي الفل، بس انت الانترفيس دي فيها مشكله فمش عارف انت تستعمل. في بعض الاوبريتنج سيستم بتتبني من غير انترفيس زي مثلا الكمبيوتر بتاع العربيه او الاوتو بايلوت الطيران الالي اللي جوه الطياره او كذا، دي بتبقى عليها انظمه تشغيل ما فيهاش انترفيس خاص، او امبيدد سيستمز او امبيدد كمبيوتر امبيدد سيستمز مثلا زي عندك اندي فور بلاير او اندي سي بلاير، بيبقى ليه سيستم خاص بيه ملوش انترفيس، هو بس منخرات تدوس كده تدخل تدوس كده تشغل تدوس كده توقف معايا. فمش كل الاوبريتنج سيستم بيبقى ليها الانترفيس. ايه طيب الاوبريتنج سيستم از ريسورس اليكيتور. الاوبريتنج سيستم هو في الاول وفي الاخر هو ريسورس اليكيتور. يعني ايه ريسورس اليكيتور؟ يعني بيعمل الوكيشن للريسورسز. ايه الريسورسز اللي عندك؟ للموارد، ايه الموارد اللي عندك اللي ممكن يعمل لها allocation؟ ايه الموارد اللي ممكن يعمل لها allocation؟ هي ايه يا شباب؟ الموارد لما اقول لك انت الموارد اللي عندك في الحياه هتقول لي الموارد اللي عندي، انا عندي مرتب، عندي شقه، عندي ارض، عندي كذا، فبتدير الموارد دي في حياتك لما يسهل لك حياتك انت ويسهل لك حياه اسرتك. المرتب مش عارف بدفع منه كذا، حته الارض دي مين يرادها، بديل المدارس العيال، مش عارف تدير الريسورس بتاعك حاجه. الكمبيوتر هو مجموعه من الريسورس. الاوبريتنج سيستم بيديرها لك بحيث ان يسهل لك برضه الحياه. ايه الموارد اللي عندك في الكمبيوتر؟ اول حاجه البروسيسور، المعالج نفسه اللي هو بيقوم بكل الاعمال الحسابيه والمنطقيه
ان انا اديك استعداد انسب للمعالج ده، ان انا اقدر اشغل اكتر عدد من البرامج عليه. فبالتالي انت تحس انك انت كانك معاك اربع خمس معالجات، يعني تشغل تسمع اغاني، برنامج الاغاني شغال على سي بلاير او يوتيوب، وفي نفس الوقت انت شغال بتكتب حاجه او بتحسب حاجه بالاكسل، دي حاجه ثانيه، بتعمل داون لود حاجه ثالثه، مش عارف بتعمل سكاننج حاجه رابعه، بتبعت ايميل حاجه خمسه، بتعمل داون لود حاجه سبعه. طب البروسيسور بيعمل ده ولا ده ولا ده؟ البروسيسور واحد. البريدنج سيستم بيوزع وقت البروسيسور على البرامج اللي شغاله بحيث ان هو يستغلها لك استغلال الامثل. انت عندك ميموري واحده. عندك ميموري واحدة ازاي؟ انا مجموعة الميموري عندي مثلا 4 جيجا، مجموعة البرامج اللي ساعتك مشغلها ممكن تعدي ال 4 جيجا. السيستم المفروض يظبط الدنيا بحيث ان ايه؟ ان تقدر تشغل كل البرامج اللي انت عاوزها بدون اي مشاكل. فهنا عندك الريسورسز الوكيت، احجز ايه اللي ايه؟ واحجزها ازاي؟ واديله ده امتى؟ واخد منه امتى؟ معايا ريسورسز دي سي يو، ريسورسز يعني ميموري، وحدات الادخال والاخراج للاي او اللي هي شاشه كيبورد برينتر ماوس كل ده. يبقى مانج اول ريسورسز دي كيت بتوين كونفليكت ريكوست فور افيشنت اند فير ريسورس يوز. انك انت ماشي، انك انت مانج الريسورسز ديت، وانك انت في نفس الوقت ايه؟ ما فيش مشاكل تحصل. انت مشغل كذا برنامج وكذا برنامج بيأكسس على هارد ديسك، انت بتنزل حاجه من النت وبتسمع حاجه مع هارد ديسك، ده بيعمل رايت وده بيعمل ريد فيزيكالي. الهارد ديسك ما يقدرش يعمل ريد في نفس الوقت، لان الحته دي هتعمل ريد رايت، دخلت الاثنين سيجنال في نفس الوقت هتعمل كوماند الهارد ديسك طار، الحته دي مش معاك. فالريدنج سيستم المفروض الكونفليكت ده يحل بحيث مفيش مشاكل تحصل. Operating system is control program. Operating system هو في الأول وفي الآخر control program. Control execution of a program to prevent error and improper use of the computer. كنا في الدنيا بحيث ما حصلش مشاكل، ما حصلش ان proper use في مشاكل في الريم بتاعك. طيب فبالتالي انه يكون في يونيفرسال ديفينيشن، مفيش يونيفرسال اكسبتد ديفينيشن، مفيش استخدام عام، مفيش تعريف عام يعني ايه اوبريتنج سيستم. بس ايفري ثينج افندر شيب وين يو اوردر ان اوبريتنج سيستم از ا جود ابروكسيميشن بات ا فيري فيريس وايدلي. انت اي حاجه مفيش استخدام عام، هو الاستخدام مفيش تعريف عام لكن استخدام عام للـ Operating System. اول definition of Operating System، اول definition of Operating System مهم definition كيرنل ببساطه هو core of the operating system. It's the core of the operating system. هو القلب بتاع operating system. هو القلب بتاع operating system. اللي انت بتستخدمه ده الانترفيس، الماوس بتحركه والمنيو والبابل شيت، او انك انت البابل منيو البوب اب منيو والكلام ده كده، دي كلها انترفيس. الكوماند بتاعك شيل كوماند او دوس كوماند او كذا، شيل دي برضه انترفيس. لكن الاوبريتنج سيستم نفسه بس الكور بتاع القلب بتاعه بنسميه كيرنل. طب ايه كيرنل؟ ذا وان بروجرام رانينج ات اول تايم اون ذا كمبيوتر. هو برنامج شغال طول ما الجهاز شغال. والبرنامج بيفضل على شغال طول ما البرنامج ما الجهاز شغال. يعني انا دلوقتي لو عملت طفيت الشاشه مثلا، ولا طفيت
عملت لوك ان البرنامج اللوجيشن سيستم مفيش انترفيس شغاله خالص، لكن البرنامج سيستم شغال، الكيرنل بتاعه هو شغال، السيرفر بيبقى شغال، مفيش انترفيس شغاله دي، لكن الكيرنل شغال وبيجاوب على ده وبياخد من ده وبيبعت ده وبيجيب ده. ماشي، everything else is either فيما عدا ذلك برامج مع سيستم بروجرام شيب ويز اوبريتنج سيستم. سيستم بعض البرامج اللي هي ملحقه بالاوبريتنج سيستم هنتكلم عليها، او ابلكيشن بروجرام البرامج الخاصه بالتطبيقات. واضح يا شباب؟ Bootstrap is loaded at a power up or reboot. Bootstrap program the name is Bootstrap for the name to start out on boot على الزرار بتاع التشغيل. Typically stored in a ROM or EBR ROM, generally known as a framework. جوه الكمبيوتر بتاعك لو جيت البي سي بتاعك فتحته كده هتلاقي شباك مكتوب عليها فايروس دي اي او اس. اكيد الكلام ده خدتوه في ماده مقدم الحاسب لما كنت اديتها لكم او حد من الزملاء. في عندك اي بورده تلاقي عليها مكتوب عليها في شباك مكتوب عليها فايروس. هتلاقي شباك مكتوب عليها فايروس صار جيزنج انبوت اوت بوت. البرنامج اللي جواها ده بيتسمى بالبوت ستراب بروجرام. افريم وورد بوت ستراب بروجرام افريم وورد هو البرنامج اللي بيشتغل اول ما بتدوس على زرار التشغيل بتاع الكمبيوتر او لما انت بتعمل ريسيتنج او ريبوتنج للكمبيوتر شركه التشغيل. انشرايزنج اول اسبيكت اوف السيستم بيشغلز كل مكونات السيستم او ما بيقوم البرنامج ده بيتاكد لك ان الدنيا شغاله، الشاشه بتنفع معاك، السماعه تلاقيها سماعه الكمبيوتر تعمل صوت فيه ان شغاله، بيديك صفاره من الميموري كمان لو في مشكله في الميموري يديك صفاره معينه معايا. فهو بيتحقق بكل مكونات الكمبيوتر اللي عندك. لود اوبريتنج سيستم بعد ما يتحقق من هاردوير تمام، لو الميموري فيها مشكله بتديك صفاره دي كده طويله، لو مش عارف ايه مش شغال يديك صفاره ليه دي. هو البوت ستراب بروجرام هو برنامج اللي هو جوه الروم اللي هو موجود جوه الروم اللي هو بيسموه فايروس بيزك انبوت اوت بوت سيستم. معايا؟ بعد ما بيخلص البرنامج ده بيبتدي يعمل لودنج لوبريتنج سيستم، يبتدي يحمل الاوبريتنج سيستم اللي موجود على الهارد ديسك اللي موجود في سيكتور رقم 0 يبتدي بياخده ويحمله ويشغله او موجود في تمام. طيب الكمبيوتر سيستم اوبريشن وان اور مور سي بي يو ديفايسز كنترول كونتنت ثرو ا كومن باس بروفايدنج اكسس تو شير ميموري. يبقى هنا الكمبيوتر سيستم عندك وان اور مور سي بي يو، عندك كيوب، عندك معالج او اكثر، عندك بروسيسور او اكثر. هنا ديفايس كنترولر ديفايس كنترولر في كل جهاز، كل ديفايس او كل وحده في الكمبيوتر بيبقى ليها الكنترولر الخاص بيها. في كنترول خاص بالهارد ديسك، في كنترول خاص بالكيبورد، في كنترول خاص بالماوس، في كنترول خاص بالبرنتر. معايا؟ كل واحد من دول ليه ديفايس كنترولر. يبقى هنا عندك ممكن يكون عندك سي بي يو او اكتر، في عندك ديفايس كنترولر، في عندك ميموري شيرد ميموري، مين ميموري ما بين الكومبوننت دي كلها. ممكن تبقى في نظام ميموري عادي، ميموري كل بروسيسور او يبقى في لو في اكثر من بروسيسور بل كل بروسيسور ليه ميموري او تبقى شيرد ميموري بتفاصيل ندرسها بعدين. هنا كونكرنت اكسكيوشن يبقى اول حاجه انك انت عندك الاوبريشن بتاعتك الكومبوننت بتاعتك، ثم بعد كده كونكرنت اكسكيوشن اوف ذا كمبيوتر اوف ذا سي بي يو and device computing for a memory cycle. انك انت عندك في
concurrent execution ان تنفيذ البرامج دي هتشتغل على الوحدات الخير والافراد وهيحصل لها بروسيسنج لازم يحصل concurrent accessing وهي بتبقى موجوده البرامج دي المفروض تتحط فين في الشيرد ميموري هنتكلم على التفاصيل دي اكتر طيب اي او ديفايسز اند كمبيوتر كان بي اكسكيوتد كونكرنت انك انت في وحدات الادخال والاخراج والسي بي يو ممكن يحصل تنفيذ لبعض العمليات فيها في نفس اللحظه يعني انت بتشغل اكتر من برنامج في نفس اللحظه بتسمع اغنيه وبتنزل حاجه وتعمل كذا ده كونكرنت بروسيسنج او كونكرنت اكسسنج في نفس الوقت كونكرنت اكسكيوشن في نفس الوقت لاكتر من برنامج كذلك انت الهارد ديسك بتعمل داونلود يعني تكتب فيه وبتعمل ريدنج انك انت تسمع اغنيه وبتكتب حاجه ففي كونكرنت اكسسنج للهارد ديسك ازاي مين هيمانج الموضوع ده اللي هيمانج الموضوع ده الاوبريتنج سيستم ايتش ديفايسز كنترول از تشارج اوف ا بارتيكولر ديفايس تايب طبعا كل كنترولر بيبقى ليه كل ديفايس كل جهاز بيبقى ليه كنترولر اللي هو شارجد او هو مخصص ليه فمثلا الكنترولر بتاع البرينتر غير الكنترولر بتاع الهارد كل واحد ليه طبيعه عمله وكل واحد ليه طبيعه التعامل معاه طبيعه عمل الهارد مختلفه في عمليه تخزين وفي جواه اسطوانات وهيد وكلام زي كده البرينتر لا بيطبع ورق الهارد ممكن اكتر من برنامج يأكسس عليه في نفس الوقت ده البرنامج ده بيطبع ده بيقرا مش عارف ايه هيحصل تنظيم معين البرينتر لا انا اخلص ما ينفعش اطبع ورقه للملف الاولاني وبعد كده اطبع الملف الثاني وارجع اطبع الملف الاولاني لا فكل ديفايس ليه كنترولر خاص بيه اللي بيتعامل مع طبيعته دي طبيعه التعامل معاه فهو بيمانج الدنيا دي اتش ديفايس كنترولر هاز ا لوكال بافر كل وحده ادخال او اخراج او ديفايس كنترولر هو بيتحكم في وحده الادخال او الاخراج دي فكل ديفايس كنترولر ليه وحده ميموري خاصه بيه بسميها بافر فمثلا انت لما بتيجي تكتب على الكيبورد انت مهما كان سرعتك في الكتابه هتكتب 25 حرف هتكتب 100 كلمه في الدقيقه مش بتكتب 100 كلمه في الدقيقه يعني في الثانيه هتكتب كام ست حروف هتكتب 100 حرف في الثانيه البروسيسور بتاعك سرعته 1 جيجا هرتز يعني بيعمل مليار عمليه في الثانيه انت لما بتكتب حاجه على الكيبورد تلاقيها اتعرضت ودخلت في ملف الوورد كان البروسيسور قاعد مستني اللي انت حابب تاخده يحطه في برنامج الوورد ويدي امر للاظهار في الشاشه الكلام ده ما بيحصلش طب هو مفرغ نفسه ليك ولا للبرنامج الانتي فايروس ولا للداونلود ولا الكذا ولا الكذا فبالتالي البروسيسور ما بيتعاملش مع وحده ادخال واخراج مباشره بيتعامل معاها عن طريق البفر لكل وحده ادخال واخراج ميموري خاصه بيها بسميها ايه بفر فحضرتك وانت بتكتب في الكيبورد بيسيبك تكتب اللي انت تكتب ويعد عليك 5 مرات في الثانيه انت لو عدى عليك 5 مرات في الثانيه استحاله ان انت بتكتبه تحس ان متاخر عليك تحس انه اتاخر عليك ده لو عدى عليك 100 مره في الثانيه يعني كل مره هيجي يبص عليك يشوفك كتبت ايه يروح يعمل عمل يعمل 10 مليون عمليه ويرجع لك تاني يشوف انت عملت ايه ويروح واسمه جالك 100 مرة في الثانية استحالة انت تكتب 100 مرة في الثانية هو كل وظيفة مثلا سيستم مثلا كل وظيفة كل واحد مثلا لو الكتابة لها سيستم معين انت بتكتب بالكيبورد اللي بتكتبه بيتخزن في ميموري صغيرة اسمها بفر جزء في بعض الوحدات كل وحدة ادخال افراج الكيبورد ليها ميموري خاصة بيها الماوس اللي ميموري خاصه بيها الشاشه اللي هي ميموري خاصه بيها الكارت النتورك اللي هي ميموري خاصه بيها ده كله بفر ده بيسميه بفر ما اقدرش لو كتبت لي كلمه ميموري يبقى غلط
اسمها بفر. يعني زي مخزن مؤقت. هي بفر واحدة يا دكتور ولا كذا بفر؟ كل واحد ليه بفر خاصة بيه. كل ديفايس كنترولر او كل وحدة ادخال واخراج ليها بفر. يعني ما احطش ابو قرش على ابو قرشين. الكيبورد ليها بفر خاصة بيها. والكيبورد بيبقى جزء من الميموري محجوز ليها للكيبورد. في بعض الديفايس البفر عليها. يعني كارت الفيجا البفر بتاعها جواها. في النتورك الاثنين بفر. بفر للسند وبفر للرسيف. انا دلوقتي هبعت ملف حجمه 1 ميجا للنتورك. فالواحد ميجا هيتقسم لبيجز او لباكتس. الباكت مثلا حجمها 4 كيلو. هيتحط فين؟ يتحط في البفر بتاع السند. ويبتدي بقى يتحط تتبعت كل رسالة لوحديها. فالعملية دي ممكن تاخد لها 5-6 ثواني. فهو يقطع الملف لبيجز او لمسجز ويتحط فريمز ويتحط ويتبعت في البفر وقت ما يتبعت حسب سرعة الباند ويدث بتاع الكيبل ولا الباند ويدث بتاع الواي فاي ولا اي حاجة. ياخد وقت. هو استقبل ما بقاش على البروسيسور حاطط ايده على خده كده لغايه لما تيجي له رساله. جت رساله هشوفها في البفر هاخدها من البفر واطلعها لك في الايميل. هو بيعدي بقى يشوف الدور على فهو بيعدي على البفر مره كل مثلا 1/10 من الثانيه 1/100 من الثانيه 1. كل ديفايس حسب حساسيته حسب فكل ديفايس ليه كنترولر خاص بيه. هارد ديسك ليه كنترولر خاص بيه اللي هو بيبقى على الهارد ديسك. لو تلاحظ فيه بورده كده بتبقى زي كنترولر خاص بيه. بيبقى جواه بفر. بيبقى جواه بفر خاص بالحاجات اللي هيقراها والحاجات اللي هيكتبها. اللي هو هيقرا حاجه فبيحرك الاسطوانات لغايه لما توقف عليها تبتدي ياخدها يحطها في البفر فيعمل لها سندنج للميموري. في حاجه هتتكتب بتجيله من الميموري وتتكتب فين؟ في الهارد في المكان بتاعها. فكل device controller ليه البفر الخاص بيه. A CPU move a data from a main memory to or from a local buffer. ده الكلام اللي قلته لك. يعني انا الهارد ديسك ليه الكنترولر الخاص بيه جواه بفر. انت طلبت عملت دبل كليك على ملف فهو الهارد ديسك هيروح يحرك اهو الملف ده موجود في السيكتور الفلاني او في السلندر الفلاني في المكان الفلاني في السيكتور. هيروح يحرك الهيد ويحرك الاسطوانة لغاية لما يقف عليه. ابتدى يقراه هيسجله عنده في البفر الخاص بالهارد ديسك. بعد كده بعته من البفر بتاع الهارد ديسك للمين ميموري. الميموري الأساسية. المين ميموري الأساسية تبتدي ايه؟ البرنامج يتعامل معاه. ماشي؟ انت عملت دبل كليك على برنامج وورد. ملف وورد. هتنقل من الهارد ديسك ده هنا على الهارد ديسك هيقراه هيتخزن في البفر بتاع الهارد ديسك ثم بقى يتبعت في المين ميموري اللي هي الرام الجزء الرام هيتحط في المكان بتاع المفروض يتقري منه في المكان المحجوز له. بعد كده يبتدي يتعرض منه على الشاشه بتاعتك وتشوف الملف ده يتعرض. فبالتالي سي بي يو بيتعامل مع المين ميموري والمين ميموري بيبتدي تاخد من البفر او تبعت البفر. يعني انت عدلت على البرنامج ده بقى عدلت على ملف الوورد ده لما تيجي تعمل سيف بيروح البفر بتاع الهارد ديسك اللي هيعمل منه رايتنج ويبتدي يكتب الملف بتاعك فين في الهارد ديسك. فبالتالي سي بي يو مو داتا البروسيسور ده بيحرك الداتا من المين ميموري او from او to من او الى المين ميموري للبفر بتاع من او الى. دي الحركه العامه للداتا بتاعها. اي او از form the device to the local buffer of a controller. الاي او از a form of the device to the اي او from a device to a local buffer controller. وحدات الادخال والاخراج هي يتحكم عليها البفر يتحكم فيها الديفايس كنترولر واستخدام البفر الخاص بيها. الديفايس كنترولر فورمز سي بي يو
device controller CPU that it has finished its operation by causing interruption. طيب لما انت مثلا عملت دبل كليك على ملف يعني قلت الهارد ديسك الاوبريتنج سيستم قال الهارد ديسك هات لي الملف الفلاني اللي هتلاقيه عندك في التراك الفلاني في السيكتور الفلاني في الحته الفلانيه هات. فهو هيروح يجيبه الملف ده متقسم بطريقه معينه زي بيجز على الهارد ديسك يعني هو مثلا حجم 1 جيجا متقسم مجموعه من البيجز هيجيبهم هيجيبهم بين ورق ثانيه يحطهم فين؟ في البفر. لما الملف يوصل البفر الهارد ديسك او مش الهارد ديسك الكنترولر بتاع الهارد ديسك لازم يبلغ السي بي يو ان ايه؟ ان الملف موجود دلوقتي في الهارد ديسك. لان لو ما بلغوش في ملفات تانية هتتقري فالهارد ديسك ده هيحصل اوفر فلو. الداتا دي هتضيع. استنى بقى لما احرك تاني ولما الف الهارد ديسك تاني هارد ديسك بياخد وقت كتير ذكرانته بالنسبه للسي بي يو. هارد ديسك ده خلاص بتتحرك مش عارف ايه هياخد واحد ملي سكند. الملي سكند بالنسبه للبروسيسور ده عمر تاني ملي سكند يعني مليون عمليه. بنتكلم لا لو ضاعت الداتا يبقى المفروض يستنى مليون ايه عمليه تاني عشان تجيله الداتا دي تاني. فبالتالي لما الداتا توصل للبفر الكنترولر بيقول للسي بي يو الحاجه بتاعتك جت. بيقولها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها انترابت. عن طريق حاجه اسمها انترابت. يعني ايه انترابت؟ انترابت يعني زي قاطع او زي ديستربشن او ازعاج اسمها انترابت. يعني انت دلوقتي انا دلوقتي يعني محاضره وخبط الباب تعالى العميد عاوز خبط الباب تعالى مش عارف ايه ده حصل انترابشن. انا بتكلم وجاي شغال الموبايل بتاعي ده حصل انترابشن فبسيب المحاضره واشوف مين بيكلمني او مين لان لو ما ردتش هتبقى في مشكله اكبر. فهو البروسيسور ممكن يكون شغال يعمل حاجه ويجيله انترابشن في مرة ديسك ثابت المتوتر ويروح ياخد الحاجه من البفر يحطها في الميموري. ماشي؟ يبقى ده التعريف المهمة عندي انترابت وعندي كيرنر عندي انترابشن. دي تأديب. طيب انترابت ممكن يكون أكثر من انترابت في نفس اللحظة. يعني أنت الهارد ديسك بعد انترابت البرنتر بعد انترابت خلص ورق حاجات الميموري نفسها تبعت انترابت. الميموري لازم يحصل لها ريفريشن كله تبعت انترابت. فبالتالي بتتحط كل انترابت دي بتتحط في انترابت فيكتور زي اري او فيكتور في انترابت. وفي بارير في اولويات في الانترابت. يعني الانترابت بتاع الميموري لازم اعمله الاول قبل اي انترابت تاني غير الانترابت مثلا بتاع البرنتر. تاني انترابت انترابت كنترول انترابت ترانسفير ذا كنترول تو ذا انترابت سيرفيس. لما بيحصل انترابت ده الخصوص بيسيب اللي في ايده فبيروح حاجه اسمها انترابت سيرفيس يشوف الانترابت سيرفيس. انترابت سيرفيس روتين جنرالس رو انترابت فيكتور ويتش كونتين الادرس اوف اول هنا سيرفيس روتين. الانترابت ده خاص بالكود بتاعه ده خاص بالهارد ديسك ده خاص بكذا ده خاص بكذا. طيب انترابت اركتشر ماست سيف ذا ادرس اوف ذا انترابت انستراكشن. لازم يكون عندك ادرس للانترابت انستراكشن. طيب تراب هو اكسبشن سوفت وير جنريت انترابت كوزنج ايزر ايرور او يوزر ريكوست. بعض الاوبريتنج سيستم بتتيح لليوزر ان هو يكريت انترابشن ان هو يكريت انترابشن ان هو يعمل ازعاج او يعني قاطع بالسوفت وير ده اسميه تراب بسميه تراب او بسميه اكسبشن. نفترض انت قسمت
زيرو. فلات لو قسمتها زيرو لازم تعمل كراشه لان كده البروسيسور بيشتغل على فاضي. ليه لما بقسم على زيرو بيحصل انتري بوم؟ عارفين ليه؟ بالمعرفه. لا ان هو بيحاول يصرف مره. ما اسمعش بقول 5 على الزيرو تساوي كام؟ غير معرفش يبقى 5 تساوي قيمه اضربها في الاكس 0 0 اضربه في الاكس يديني 5. ده بسميه انون. انون غير معرف. ماشي؟ انون. لكن تعالوا في المعادله دي الواي تضرب طرفين في وسطين يبقى الواحد في 0 الواحد في 0 هتساوي 0 في الواي. يعني 0 هيساوي 0 في الوار. ايه القيمة اللي تضربها في 0 تديك 0؟ 0 لا ده 0 1 2 مليون من تضرب في 0. ايوه زيرو. اي حاجة في 0 0 في بالك في كي في بالك ده النون ده اللي فاند ده النون ده اللي فاند غير معروف وده معرفش. ماشي؟ طيب لما اجي هنا اقول 6 على 2 في الكمبيوتر الاوبريشن اللي بتتم هي ايه؟ سلام عليك اسمك. يعني ايه اسمك؟ الاوبريشن الاوبريشن الأساسية في الكمبيوتر عامة هي عملية الجمع. هي عملية الجمع. والجمع اللي هو ماشي اللي أنتوا عارفينه. فبالتالي أنا لما أجي أقسم أجي أطرح بجمع بإشارة مخالفة. ماشي؟ لما أجي أقسم لما أجي أضرب الأول لما أجي أضرب هو أنا بعمل جمع تكراري. لما أقول 2 في 3 يبقى بقى كأني بجمع الاثنين مع نفسها 3 مرات أو أجمع الثلاثة مع نفسها مرتين. صح؟ ده الجمع ده الضرب هو جمع تكراري. القسمة هو طرح تكراري. 6 على 2 يعني هاخد ال 6 هاخد منها ال 2 ادي مرة اتبقت 4 هاخد منها مرة تانية اتبقت 2 هاخد منها مرة تالتة ما اتبقتش حاجة. لو قلت 7 على ال 2 هاخد منها ال 2 مرة 2 مرة تانية 2 مرة تالتة هيتبقى 1 ريمندر 1. فالقسمة هي ايه؟ عملية طرح تكراري. فلما تيجي في الكمبيوتر تحط زيرو هتدخل انتر لوب غير منتهي. الستة هتطرح منها زيرو هديك ادي مرة ويتبقى ستة تطرح منها زيرو تاني يتبقى ادي المرة التانية ويتبقى زيرو الستة برضه. تطرح الزيرو من الستة إلى ما لا نهاية هتبقى هي الستة والعداد عمال يعد. فبدايه بتخش في انفنت لوب. فده لازم لو البرنامج بتاعك دخل في حاجه زي كده لازم محتاج تراب او تحتاج اكسبشن انت توقف عامل انتربت للبروسيسور انت كده بتفرح عليه روح. فده انتربشن يبقى هنا الانتربشن في حاجه اسمها انتربشن فيكتور بيتحط فيه اي انتربشن بروح اشوف الفيكتور ده جاي منين ورايح فين ده بتاع الهارد ديسك ولا بتاع الشاشه ولا بتاع البرنتر ولا بتاع ايه او الميموري. السوفت وير يقدر يعمل انتربشن بسميه تراب او اكسبشن. ماشي؟ الاوبريتنج سيستم از انتربت ريزم. هو الاوبريتنج سيستم هو مبني على الانتربت. ماشي؟ يعني ببساطة كده مثلا هو الإنسان ما هو إلا إيه؟ وشوية شغل هو شغل وشوية حاجات حواليه مثلا.
هو ففي انترابت هاندلنج لما بيحصل انترابشن
البروسيسور كان شغال في لعبه، شغال برنامج وورد، شغال في حاجه، فالمفروض حصل انترابشن هتسيب اللي في ايدك وتروح تهندل الانترابشن. هتهندل الانترابشن لما ترجع للبرنامج من اوله تعيده من اول، ولا ترجع لغايه حته الخطوه انت وقفت عليها. انا خطوه انت وقفت عليها هي تعرف ان الموضوع ده خطوه. هفتح نهايه اخر مره اللي عليها عليها ماشي ماشي. فزي ما نفس الحكايه لما بيحصل انترابشن البروسيسور بيسيب كل اللي فيه، بس بتلم الدنيا دي كلها بيحفظها اللي هو كان واقف فين، وكل ريجستر فيه او كل واحده فيهم اللي جوه البروسيسور بسميها ريجستر، بحفظ الكونتنت بتاعها واحفظ انا السطر عليه دوس الترانزيس كان ايه، وارجع ايه من حيث ماشي. Determine which type of interrupt has appeared pulling in a vector interrupt system. ده هنتكلم عليه لو اي determine اي نوع من interrupt اللي حصل واشوفه في vector of interrupt system. Separate segment of who determine determine what action should be taken for each type of interrupt. هشوف ايه الاكشن اللي المفروض يتم لكل ايه كل ايه انترابشن. فهنا البروفيسور هنا البروفيسور يوزر بروسيسنج انستتيوشن، البرنامج شغال ماشي ماشي. فهنا حصل نفترض ان في انترابشن حصل او حاجه حصل، فيحصل ان هو يشيل اللي في ايده، ثم بعد كده ايه في الفتره دي بيحصل ترانسفيرنج يشتغل على جزء الانتراكشن اللي حصل في الاي او ماشي وهكذا. ففي بروسيسور عامه في الاكسكيوشن بتاعه هو شغال في برنامج معين، في بيحصل ان وقت خلص البرنامج ده او حصل انتراكشن فبيسيبه بيجمع شغله يحفظه، ثم بعد كده في الفتره دي بيعمل ميجريشن او بيعمل ترانسفيرنج لمود تاني او برنامج تاني، ثم بعد كده كونتينوس يحصل يخلص وقته وهكذا. الاي او الاي او هنا شغال بعد كده بيحصل ترانسفيرنج للداتا، فهنا بيبقى اي اي او كامل، ثم بعد كده بيحصل ترانسفيرنج ثم وهكذا. دي التايم لاين بالنسبه للبروسيسور بالنسبه للوحدات او الاخراج ان هو شغال ثم بيحصل له انتربشن انتربت ان هو يوقف فيه ويمسك حاجه هنا، او ان هو الاي او ان هو بياخد بيعمل بيرفورمنج للاكشن، ثم بعد كده بيبقى اي دي وهكذا. ثواني شباب.